اسمع الشيخ اسماعيل عندي تمنه كبير قوي، ديته اقل رؤوس كلته الثلاثه. تؤمر يا شيخ العرب. القاتل يتقتل، واللي هيقول من شيعه يعيش وياخد خبر زمايله معاه. من شيع؟ ما اعرفش. اقطع اصبعت يديه ورجليه قبال صباعك اللي طرده يا شيخ اسماعيل، وبعدين موته. خذوه. وانت من شيعك؟ ما اعرفش. يدين ورجلين وبعدين موته. خذوه. عاوزك تبقى مرسال والمرة تاخد جيت زمايلك معاك، لكن الظاهر مركاش عم. لا ليه يا عم؟ هقول زين. من شيعك تموتني؟ على بك مليح. هلق اصبع زمايله في رقبته ورجعوه للي شيعه. ها؟ والتاني عبد الرحمن بيك، لأن ود إبراهيم بيك مش مصدقها. جن علي سمح لعثمان بيك بالهروب، لأن حرم عثمان بيك الجميلة في دار علي بيك أفندي. عفارم جن علي، عفارم جن علي خان أستاذه إبراهيم بيك. عارف تمنه كبير قوي صباعك اللي اتقطع ده يا شيخ اسماعيل. والله لو رقبتي ما تغلى عليك. باين الخماسي اللي اديناه لهم في موضوع بردس دي وجعهم قوي. بس برضه دول وصلوا لحد هنا وعايزينك، يبقى لازم نردها لهم عشان يعرفوا ان روح همام بارواحهم كلهم. سيبهم ياكلوا في بعض. خلي بالك، سمعنا ان ابراهيم بيه هيبقى شيخ البلد خلال ايام. عارف عاوزين نبعتوا له مباركة. مش هي دي الأصول؟ مباركة وهدية جميلة ليك بالمقام الجديد. نبعتوا له عقرة ما تلوش أحسن، هدية للي بعت لك ناس يقتلوك. بص يا إسماعيل، مفيش حاجة فرحتني أكثر من الحصول دي. فرحتك؟ فرحتك كيف؟ أولاً ربنا نجال، تاني هام وسط ناسي ما فيش حد يعرف يخش لي حتى لو كنت غفلان. تالت حاجة، بدل ما هيبعتوا عاوزين راسي وحدي، يبقى ما فيش في حسابهم دلوقتي ان هم يهجموا علينا هنا او يبعتوا تجريدي، يعني قدامنا وقت. ما فيش حاجة مضمونة يا همام، الموضوع بيجي مش سهل. عارف، ولعلمك زمان لما كان كبير مماليك قلت له على برديس لا، دلوقتي هيبقى شيخ بلد، يعني انسى برديس خالص. كل ما يكبر في مكانه أكتر كل ما هيخاف أكتر. إيش عرفك؟ عشان غايته قريبة، غايته يكوش يعني. عينه كسرها الطمع، ودي الوقت يخاف يتحرك أكتر من زمان، ما يلحقش يلم. مرحبا يا شيخ سلام. لك يا سلام، كان زماني تحت الأرض دلوقتي. واحد بارد يقول لي صلي بينا أمان. اتضايقت وخرجت بره الجامع، بعدين قلت لروحي انت هتصلي ليه ولا لربنا؟ قلت لربنا. دخلت لقيتهم نازلين عليه بسلاح. دي كرامه دي يا شيخ سلام. كرامه الميت دفنه، وكرامه الحي انه يدفن كرامته ما يبينهاش. قال كرامه جاه لازم حاجه تنجيكم من الموت عشان تبقى كرامه، ولا حد وانت عشطان يسقيك بق ميه؟ ابدا. الكرامه الكبيره إن الناس تحب بعض. اللي أنت فيه أنت والشيخ إسماعيل ده مش كرامة؟ طبعاً كرامة سلام، وكرامة كبيرة كمان. صح والله. جابر ده اللي هيحب بنتك، ما الحب برضه كرامة، ده هيكون كلام. خلص في الكلام يا سلام. روح دلوقتي، روح شوف وراك إيه. حاضر. معلش يا شيخ إسماعيل، تعال سلام. هيحبها حب يا بوي، ده هيكون كلام، هيخليني أموت وحية تاني. روح دلوقتي يا سلام. ها؟ روق يا شيخ اسماعيل، روق. عموما
البنت جالها احمد الهواري البارح وعاوز يجيب امه، وانا خايف لا ترفض زي كل دور. بص قول له هنرد عليك بعدين، واعمل نفسك قدام البنت انك مش راضي. قول لها ده عامل زي الوحوش، ده عيبيت وحده في الارض، ده قلبه ميت، كلام زي كده يعني. وسلط عليها امها هترضى. 40 صباع اتقطعوا واثنين اتقتلوا، امال انت لسه عايش ليه؟ ليه يا عمر يا فندم؟ ما زال ليه انفاس. شيخ العرب حابب يسمعنا رسالته. صباع الشيخ اسماعيل ثمنه 40 صباع على بيك، لكن روحه هو اللي ربنا انقذها، ثمنها غالي على بيك. هو قال لكم كده؟ وعرف مين ارسلكم؟ ايوه فندم، يعني تمن روحك كان كلامك يا مملوك. الروح غالية يا فندم. الله، الروح غالية، غالية جدا. انما قول لي يا عزيزي، ازاي تلات مماليك بسلاحهم يفشلوا انهم يقتلوا واحد ساجد؟ مش عجيبة شوية؟ مولاه دول ناس عجيبة، ده ليه أخ درويش ظاهر فجأة زي القرد ورمى نفسه علينا؟ نبه المصلين وهيجهم، وفجأة لقينا روحنا تحت إيدين الهمامية. درويش يقدر على ثلاث مماليك؟ أمال الدرويش ده ما كانش بيصلي ليه؟ ده صاحب أحوال يا مولاي وكرامات، علمنا إنه كان خارج الجامع ومش بيصلي، وفجأة دفع دخل زي البارود وأنقذ أخوه. أحوال وكرامات، وأنت فين كرامتك يا مملوك؟ كرامتي إن رجعت حقي يا مولاي. كده أبو الدهب اكرمه.